لكرة السلة. أول جامبول بالجيم وأول بوتش غاب عن مباراة السيمي فاينل للإصابة، لكن بعض الأحيان عم بيلعب بتوم عن جيم، وحاليا في بلوك من الدوري اللبناني. عراجي عند ماني هارس اللي عم بيربح، هل ماني هارس قاضي وعم دير البداية مهمة. النادي الرياضي اللي قلت أول مرة ربح بطولة دبي بال 2005، ثاني 2006، وحاليا نقطتك الرابعة بالرياضي ولجمهور النادي الرياضي. عموما الكرة عند ماني هارس سرقها، راح طلع أب أند إن، ووو بيسجل نقطة السادسة. الرياضي فريق كبير بالألقاب، بطل آسيا مرتين عزيزي المشاهد، حاضر وحاليا هاورد بطل الـ NBA مع البراون جيمز أو 2013-2014. عموما بيسجل ثالث نقاطه بالجيم، هو اللاعب الوحيد اللي سجل لاسترونج جلوب، وهذا اللاعب الاسي عم بيربح هالكرة. فرقتين عفريت عم تنطلق، اللاعب اليد اليسرى راح مر، روعة روعة هذا الاسيا. وحاليا بهالمباراة بيأتي بالنقطة الرابعة، وائل جامب شات عم يصافي النقطة، واحدة من المباريات اللي ربحها ببطولة آسيا من نفس المكان، وبيسجل نقطة السادسة. عموما ضاعت، هاورد تحت الباسكت، وهاورد عم بيتعملق، من تعملق أرض بخمس نقط، هو اللاعب الوحيد اللي مسجل. وعلى فكرة استراتيجي النادي الرياضي ممتازة، يبقى هاورد الوحيد اللي مسجل لكن مش الكل. عموما هذا أول لاعب بعد هاورد مسجل، أعطاك التورن أوفر، توصل عند جوردن هيدي. جوردن كرة عند أندري روبرتسون، بياخذ كرة على 3 ان اند اوت، جود جاب، حدا لازم يساعد كيكي على الريباوند، جود جاب هايك. كرة عند دوايت هاورد وبيسجل نقطته السابعة بالجيم. وائل اوريدي لسه ما خلص كلامي، لكن وائل بيقدر يربح منه فاولات، بيقدر يربح منه فاولات. جود سكرين لكيكا، وائل النادي الرياضي عم بيتحمل مسؤولية بداية المباراة، وهذا اللي عم بيتحمل المسؤولية راح اول ذا واي، عيني عرضه يا مان، اول دخول له على ارض الملعب، عم بيجبر على تيرن اوفر، راح 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 مر 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 نقطة العاشرة. الرياضي على الفاست بريك، والسمعة السمعة بيسجل تسعة، أول باسكت لسمعة، أول جريت ديفنس لسالي سكاكيني، ووائل عنده 10 بوينتس، أول 3 بوينتس لبلاتش، أول 3 بوينتس بالجيم. بروكلين نتس مسيرته بالان بي اي لهاللاعب اللي لعب مباريات كبيرة، وحاليا 8 بوينتس ماني هارس. كرة عند أندري روبرتسون، درايف نايس موف نايس موف مع تيرن راوند جامبر، بيسجل أندري روبرتسون إعداد إلا بالتوقف. الكرة عند وائل، وائل يحاول درايف على الباسكت، سمعة عند كريم زينون، كريم درايف على الباسكت، ما أحلاك يا كريم، ما أروعك يا كريم. سكندز 24-14 ماني هارس 8 بوينتس بالجيم. سمعة سمعة بياخذ كرة على الثري، ما أرقاك، ما أجملك، ما أحلاك، أنت التاريخ، أنت التاريخ. أول شو لعيب، أول ثلاثيات النادي الرياضي بالفاينل جيم، بيرفع الفرق ل 14، الرياضي عم بيقاتل، الرياضي بنفسية مش معقولة يا جماعة. الفارق الأعلى لحظات، أنا حاسس سترونج جروب الفلبيني راح يرجع، والتايم أوت الكوتش أحمد فران بعد دقيقتين من الآن. طريقة اللعب والتعب والمجهود الدفاعي للنادي الرياضي راح يكلفوا شوي، وأنا أعتقد التايم أوت لأحمد فران راح يجي. كرة عند وائل، إلا إذا وائل حلها، وإذا وائل ضيع لي كل توقعاتي، وائل راح ضيع توقعاتي كلها. مش 7 سكندز، ماني هارس ليه تتفرج على الأرض؟ تتفرج على الكرة وعمل أتاك. جامب شوت لماني هارس، ووو بيج باكيت بيج باكيت، برافو للكوتش. عموما الكرة دائما عند وائل عراجي، وائل يحاوروا على الباسكت، وائل التمريرة المساعدة الأولى لوائل راح تأتي، ماتر اوف تايم ماتر اوف تايم، هي التمريرة الحاسمة الأولى لوائل بالجيم. واو بيج تايم ربحها ماني هارس، ماني ماني جامب شوت لماني هارس، عم بيسجل ماني هارس اول داي اول نايت. بعد دقيقة من الآن يا كوتش أحمد فران نحتاج الفريق. هارس 1 اون 1 ضاعت، صني عم بيقاتل، صني عم بيربح، صني عم بيطلع، صني عم بيربح. اه منك شو لعيب، اه منك شو لعيب. صني جو فين يتقدم مرة واحدة بالجيم، 1-0 عند البداية برمية حرة لهاورد. عموما جوردن هيدي بيسجل نقطة الرابعة، جود جاب لجوردن هيدي. عند وائل لعيبة الرياضي ارتاحوا تماما، لعيبة الرياضي حاسين انه حاليا قدرنا نسيطر على المباراة. وصلي الرياضي في سبيس، وائل واحد لواحد ممكن يكسر الركب، يعمل سبين، يعمل دوران، يتلاعب، يمر بالفينجر رول. اه منك شو عم تعمل بهالبطولة؟ شو عم تعمل بمسيرتك؟ شو عم تعمل؟ 14 نقطة بيحاول، السمعة أمامنا، السمعة يا سلام، عكسه عند المين؟ عند علي، عند الحريف، أخذ الحريف، وهو مع الباك بورد، مع الباك بورد. شو حبيتك أكثر مع الباك بورد؟ شوف إسماعيل، شوف إسماعيل يا جماعة، عامل حاله ملوش فيها، ماني هارس مر، ماني هارس راح، والبلوك عم بيكون حاضر، باسكت إلا الرياضي، إذا بتفكر، متبقية. ماكنزي مون، ماكنزي بياخذ كرة من اللوجو من الهاف كورت، الرياضي عم بيتقدم ل 14 نقطة بالجيم.
46-32 وهذا الملك لكيكانوفيتش. أما الكوارتر الثالث بينطلق عن جويل، ضاعت هالكرة، الريباوند ثلاث لعيبة. يا سلام على البلوك، بلوك من أبناء بيروت على مين؟ على دوايت هاورد. الكرة وين؟ عند أماني هيلز صاحب ال 14 بوينتس. يا لها من بداية، يا لها من روعة، يا له من رياضي، يا له من تاريخ، يا له من الكرة الضايعة. وائل صلح أخذ أول ريباوند له بالكوارتر الثاني. وائل راح، وائل بيحاول يسجل، وكيكة على المتابعة. 5-0 ران، أربع نقاط لكيكة، 51-32. الرياضي بيكتب تاريخ جديد لغاية هلا. جود جاب كيكانوفيتش، عنده 2 فاول، الثالث على الطريق إذا قرب، الثالث على الطريق إذا قرب. هوك شوت على طريقة كريم عبد الجبار لاعب اللوس أنجلوس ليك. هارس أيضا من الأسماء اللي مرت بالأن بأي هارس. هارس بيحاول على الباسكت. شو هالهارس، شو هالروعة، شو هالحلا. 6 على فكرة، ماني هارس بيسجل، ما بتشوف أي ملامح على وجهه، ما بتشوف أي ملامح يا جماعة، سواء سجل ما سجل هي نفس الملامح، نفس الطريقة بالتعبير. الإدمارات الحاسم مش موجود، لما بيضبوا علينا بنوزع الهدايا. أعطوني هدية منكم. عموما الكرة عند مين؟ عند كيزي. كيزي درايف على الباسكت، كيزي بيتحدى، كيزي بيسجل. قال له أنا وزير الدفاع، قال له أنا وزير الدفاع، إنه حيسرقها قبل أصلا ما يسرقها. الروعة يا هارس، لكن هارس خسر الكرة وكان ممكن يصفر ضده خطأ غير رياضي. روبرتسون راح أول ذا واي، وتو بوينتس، تو بوينتس الفارق بينزل ل 17. ناسين الكل. عموما دوايت هاورد عم بيقاتل تحت الباسكت وعم بيع معه كين كرة السلة العربية، وليجند أسطورة كبيرة للسلة العربية الصنعاء بنقطته السابعة، بيرفع الفارق ل 17. حيطلب تايم اوت، الرياضي عنده 3 تايم اوت، سترونج جروب الفلبين عنده 3 تايم اوت، علي بيعمل جريت كلوز اوت. ووو نايس لي اب لجوردن هيدي. تفضل الكرة دائما عند مين؟ عند السكاكيني، لكن مقطوعة، وصلت عند روبرتسون بي تو هاند الاسلام دانك. التايم اوت محتاجه الرياض. نقطة الخامسة بالجيم، روبرتسون امام طبارة اللي عم قلت عنده مسؤولية دفاعية. ماكنزي مور عم بيسجل على الثري بوينتس. فلبينية، ماكنزي مور درايف، جوردن هيدينج، وثري بوينتس لسترون جروب الفلبيني. 61-55 اختار ريت كامباك. اندري روبرتسون، اندري امام كيكا بيحاول، اندري ووو بيج باكيت، بيج باكيت كامباك من جديد. هايك كثير مهم للدفاع، ما تسمح له يعمل درايف على الباسكت. عموما هون في درايف لروبرتسون عم بيسجل وشالها، وله الحق يشيلها، له حق يشيلها يبدو، لكن بمحيط السله، بمحيط السله. كرة دائما عند ماكنزي مور، كرة عند جوردن هيدينج على الثري بوينتس، عم بيسجل جوردن هيدينج. ثري بوينتس لجوردن هيدينج، هي الخامسة من جديد. قلت البيجست ليد 1 بوينت لسترونج جروب الفلبيني. وهنا اندري روبرتسون على الثري، واو هيوج كامب عند هايك، متبقي 7 سكندز. كيكا طلب الكرة بالانسايد، راح يسجلها كيكا، اخيرا بيسجلها، اخيرا بيسجلها. عموما ضاعت الكرة، والريباوند عند هاورد. ماكنزي مور بيسقط، سلامات، ان شاء الله ما يكون في اي اصابة لاي لاعب على ارض الملعب، الف سلامة. هذا هو ماكنزي مور اللي بيقع على ارض الملعب. اوف اوف، قلت مجهود كبير، الف سلامة يا رب، الف سلامة يا رب. سلامات لماكنزي مور، نتمنى له الف سلامة يا رب. عنده تشانس ليعادل على التاي جيم، ربما هارس اللي اخذ بريك ياتي ب 3 بوينتس. هارس 3 بوينتس من ذهب، 3 بوينتس من ذهب. في اندري روبرتسون، هارس في سكرين بيك اند رول، هارس تمرير عن سمعه، يا تاريخ، كان عند البرنس على 3 بوينتس. الرياضي بيرجع ل 5 بوينتس على الفارق، وتحدى امير واندري روبرتسون عم بيتحدى. اربع فريق راح يكون في فري ثروز، الفريقين بالبونس. هاورد مر، هاورد 2 بوينتس، جود جوب لهاورد، الفرق 1 بوينت. بعرف التعب، 8 مباريات في 10 ايام مش سهل، مباراه كبيره، لكن انت اكبر، انت اكبر، انت احلى، انت اروع، انت الملك، انت كل شيء. مش معقول بيضيع، وحاليا الفرعون عم بيدافع. هيدي 3 بوينتس، عاد الارقام
مش معقول هذه 3 بوينت. جوردن هيدري عم بيعمل برنس بيحاول كيكا تحت السلة هوك شوت ضايع توصل عند اندري روت بين الهجمة هجمة الفريق الفلبيني ضاعت. امير وائل على الريبوند بروح للاوفر تايم وائل مولا وائل اصغر التاريخ شات يا ويلي يا ويلي التاريخ شات يا ويلي التاريخ شفتوه قدامكم نويلة للرياضي. الرياضي بطل بطولة دبي. لا يمكن. هستيريا دراما لا يمكن.